بزاف د الناس سدوا لي بيزنس ديالهم بهاد لاكريز ديال كورونا، ولكن فيما كتسمع هاد الكلمه ديال كريز ولا ديال ازمه، عرف بزاف ديال الناس اخرين داروا فلوس ولاو اغنياء جداد. هكا لي سيكل ديال ليكونومي كيدور. ويلا كان البيزنس ديالك ما بقاش خدام خاصك تبدلو. الا بغيتي تعرف لي بيزنس اللي خدامين في 2022 تفرج في هاد لا فيديو. مني جا الكوفيد بزاف ديال الناس داروا فلوس، بزاف ديال الناس نجحوا. مني كنسمعوا كريز فيما تسمع كاينه ازمه، عرف بان مورا الازمه كاينين بزاف ديال الناس غيديروا لاباس. وفي هاد الكورونا بزاف ديال الناس في المغرب وخارج المغرب داروا فلوس. اليوم في هاد الدوره اللي غنضربوا في الطوموبيل بغيت نشوتي هاد الحلقه ونعطيكم 10 ديال الاندستريز، 10 ديال لي بيزنس اللي خدامين في كورونا واللي غيبقاو خدامين من مورا كورونا، واللي كورونا عاوناتهم ماليهم باش يربحوا فلوس كتر. اول بيزنس الدراري هو الاي كوميرس. كيف ما كتعرفوا كورونا سرعات الوتيره ديال الاي كوميرس، ولا بنادم كيتقدى بزاف اونلاين. حتى الناس اللي ما كانوش كيتيقوا في الاونلاين ولاو كيتيقوا في الاونلاين، ولاو كيشريو. حتى مواتنا حتى باواتنا اللي معمرو كان كيتخيل راسو غادي يدخل يكوموندي شي حاجه اونلاين ولا كيكوموندير. يعني الاي كوميرس ولا بيزنس، والناس اللي داروه في الكوفيد ربحوا فلوس بزاف. حتى من مورا الكوفيد غادي يبقى بيزنس مربح بزاف، وهو بارمي لي بيزنس ديال المستقبل اللي كنشجع بزاف الناس يدير. ثاني بيزنس الدراري هو لاندستري فارماسوتيك، الادويه، صناعه الادويه. كاينين شركات في المغرب اللي الشيفر دافير ديالهم طلع بزاف مع هادشي ديال الكوفيد. ملي كنقول صناعه الادويه كنهضر على لاندستري فارماسوتيك. ماشي كلشي غيقدر يدخل لها بيان سو، مي هو بيزنس مربح عالميا. كنشوفوا شركه فايزر فين وصلت، كنشوفوا شركه سينوفارم، كنشوفوا هذوك اللي صوبوا لي فاكسان، وحتى اللي كيصوبوا ادويه اخرين عندهم علاقه بامراض اخرين. لاندستري فارماسوتيك برهنات في كورونا بانها من اقوى ليزاندستري في العالم، واللي ميمكنش تستغنى عليها الواحد. ومني الواحد كيستثمر فيها ولا كيشري سهم فيها، راه كيدير واحد الاستثمار عقلاني وانفستيسمولوجي. ثالث اندستري الدراري اللي تابعه للفارماسوتيك هي الميديكال ايكويبمنت، الناس اللي كيبيعوا لي زيكيبمون ميديكال. هادوك كحلوها في كورونا، وتا هو بيزنس مربح بزاف. الناس اللي كيجيبوا ليكيبمون ميديكال من على برا كاينين بزاف د الشركات في المغرب، وسورتو اللي عنده علاقه بداكشي ديال الكوفيد. الناس اللي كيجيبوا لي ريسبيراتور، الناس اللي كيجيبوا كاع داكشي اللي عنده علاقه بالكوفيد، راه ربحوا فلوس بزاف. اندستري الدراري هي الفود ديليفري. ولاو نعطيكم واحد ليكزامبل، في كازا كان واحد السيد عنده تريتور. انا ما كنعرفوش شخصيا، مي شفت لو بيزنس موديل وعجبني. الا كتفرج في هذه الحلقه تبارك الله عليك. كان عنده تريتور، شنو دار؟ مني وقفت ليه لاكتيفيتي ديال التريتور، هو كانوا عنده بزاف ديال لي شيف كويزين ديك البلاصه اللي كاري ودوك الدراري اللي عنده، ودار كلاود كيتشن. دار كلاود كيتشن ولا عنده لي ليفرور بزاف على برا تبارك الله، واحد لو موديل ناجح. كنقول لكم الدراري كنت كندوز من حداه والله العلي العظيم، دي فوا كنلقى 30 40 ليفرور واقف، بزاف ديال لي ليفرور. دار 3 كويزين ديفيرون، برجر ازياتيك، فيتنس هيلتي، وشي حاجه اخرى يمكن كاع شي 4 لي كويزين، ورجع البيزنس ديالو فود ديليفري. بلاصه ما يكون ريستورون كيستقبل الناس يجيو ياكلوا عنده، ولا كيليفري، دار كلاود كيتشن ولا خدام. شركه ديال التوصيل ديال الماكله، شركه ديال التوصيل بوماو. بوماو داروا دي شيفر دافير وزادوا دخلوا للديور المغربيه، ولاو كيديروا كاع لي سبوت تيلي دابا، دخلوا للديور المغربيه، دخلوا للماس ماركت بكورونا. يعني الفود ديليفرينغ الاخوان، اي حاجه كتليفرا كتمشي للدار خدامه، بيزنس موديل خدام. لاندستري الاخرى اللي دارت فلوس واللي باقا كدير فلوس هما لي لابوراتوار، لي لابوراتوار ديال التحاليل، لي لابوراتوار ديال السكانير، كيشوفوا عندك شحال عندك ديال الكوفيد. هادوك الناس داروا دي شيفر دافير كبار وباقين خدامين،
وحتى هو ميتي دافونير اللي عنده لابوراتوار ولا اللي كيفكر يدير لابوراتوار راه بيزنس مربح. الاندستري الاخرى هي الكونتنت كرييشن الدراري. الناس اللي كيديروا الكونتنت كرييشن ونقدروا نديروه في الديفيرتيسمون في كل شيء، نتفليكس، يوتيوب، فيسبوك واتش، برايم ديال امازون، هادو كاملين حققوا نتائج كبيره بزاف في الكوفيد، والناس ولاو كيتفرجوا في التليفون ديال. هذا بيزنس موديل جديد، الناس ولاو كيتفرجوا في التليفون ديال. ولينا كنشوفوا صحف الكترونيه كثار، ولينا كنشوفوا بزاف ديال الحوايج في يوتيوب، ولاو حتى الشركات ديال التلفازه الكبار عندهم دي شين يوتيوب، عندهم صفحات فيسبوك، ولاو كيبارطاجيو في الويب. يعني الكونتنت كرييشن وهادشي غير البدايه يا الاخوان، غير البدايه. يلا كاين 3 المليار ديال السمارتفون في العالم وحنا بينا 7 المليار، يعني يلا نص الكره الارضيه اللي عندها سمارتفون، باقي النص الاخر يلا غياخد. الكونتنت كرييشن بيزنس موديل ناجح بزاف في الكوفيد ومن مورا الكوفيد. قدامي الاخوان واحد المنظر ديال الاطلس روعه، تبارك الله تبارك الله على هذا الجو، تبارك الله على هذه المدينه، والحمد لله على هذه النعمه الاخوان، والله العلي العظيم يت الحمد لله. منظر رائع. البيزنس الاخر اللي نجح واللي باقي خدام واللي بومه في الكوفيد هو الاونلاين كورسز، هو التعليم عن بعد، هو لي كور اونلاين الاخوان. دوك لي بلاتفورم اللي بحال يوديمي تفرقعوا، الناس اللي كيعطيو لي كور اونلاين تفرقعوا، كلشي ولا كيقرا اونلاين، كلشي كاع لي زونيفرسيتي سدوا، كاع الحدود مسدودين، المدارس اليوم غدا كيسدوا. يلا البارح كنهضروا مع واحد السيده سدوا جوج مدارس في كازا، لقاو فيهم حالات الكوفيد. يعني القرايه عن بعد ولات بيزنس ناجح بزاف. الناس اللي كيفكروا يديروا ستارت اب ولا كيفكروا يديفلوبيو شي حاجه في هذا لو سونس راه بيزنس ديال المستقبل. البيزنس موديل الاخر اللي هو سوفتوير ديفلوبمنت، الناس اللي كيديفلوبيو لي سوفتوير، اين سوفتوير بحال زوم، بحال سكايب، بحال سلاك، الناس اللي كيديفلوبيو دو سوفتوير ديال الخدمه. راه كيف ما كتشوفوا دابا وزير الخارجيه كيصنع عقود وهو جالس في البيرو ديالو، ولاو لي فيديو كونفيرونس. الناس اللي كيديفلوبيو لي ستارت اب ديال هادشي راه كاين اوبورتونيتي كبيره، غادي وكيتستعملوا، المارشي باقي صغير، باقي لا كونكورونس ما كايناش. يعني الا كنتي غديفلوبي شي سوفتوير في هاد لو سونس هذا راه كاين فيه اوبورتونيتي كبيره بزاف. البيزنس الاخر اللي خدام الاخوان هو لي كومبليمون اليمونتير، المكملات الغذائيه، ولاو الناس يديوها في صحتهم، ولاو كيقلبوا على لي بروتين، ولاو كيقلبوا على لي سوبليمون ولي كومبليمون اليمونتير اللي غيخليو المناعه ديالهم تخدم مزيان. واحد الوقيته كلشي كيهضر لينا على لا جولي رويال، ديك اللعيبه ديال النحل اللي غادي تاخذ وغطلع لك المناعه ضد الكوفيد. واحد الوقيته ولا كلشي كيقلب على الاوميغا 3. يعني لي كومبليمون اليمونتير الاخوان سوا غادي ديفلوبي ماركه ديالك في تركيا، سوا غديفلوبي ماركه ديالك في امريكان وغتبرانديها وتدخلها ودير داكشي بلونصا والمسائل، سوا غتجيب اون مارك ديجا واجده. ولكن انا ما كنصحكش دير هادي، كنصحك بلوبسيون الاولى تبراندي شي حاجه ديالك وتجيبها وتبيعها سوا في المغرب سوا برا المغرب. اوبورتونيتي واعره، لي كومبليمون اليمونتير الناس ولاو كيديوها في صحتهم. البيزنس اللي تابع لهذا البيزنس اللي يلاه جبت هو الهيلثي فود، ولاو الناس كيقلبوا على الاورغانيك فود، الناس ما بقاوش باغيين ياكلوا الفاست فود، كاع داكشي اللي عنده بالصحه مزيانه، والناس ولاو باغيين لا لونجيفيتي، كيقلبوا على كيفاش يطولوا من العمر ديالهم، كيفاش يحافظوا على صحتهم، كيفاش يوصل ل 80 عام ويكون باقي اون فورم. يعني ديك الماكله المزيته وديك الماكله الخايبه وديك الماكله اللي مخداماش راه ما غتبقاش الامود، غتبقى تكونسوما ماكدو، غادي يبقى كويك، غادي يبقى غيبقاو ياكلوه الناس لي فاست فود، ولكن غادا لا طوندونس وكتعود، غادي الناس وكيعيقوا، غادي الناس وكيفهموا، غادي الناس ولاو باغيين يتهلاو في الصحه ديالهم. يعني هاد البيزنس موديل ديال الهيلثي فود ديال الاورغانيك فود غادي بوم يا الاخوان. وحتى في العقار الاخوان كاينين دي زوكازيون، كاينين دي زوكازيون الناس اللي بوماو فيهم، كلاو الدق في لي بيرو. بحال دابا لي بيرو مثلا ما بقاوش خدامين، علاش؟ حيت الناس ولاو في التيلي ترافاي، ولا داون سايزينغ، ولاو الشركات كينقصوا من ليفيكتيف ديالهم.
يعني ما بقاش داك الاقبال على لي بيرو بحال شحال هادي. لي بنك غاديين وكيسدوا غاديين وكينقصوا غاديين وكيرجعوا للتيلي طرافاي. جي بي مورغان راه قالوا خصنا نقصوا من ليفيكتيف والناس اللي سون برودكتيف واخا كيخدموا من دارهم. كاين ايموبيلي اخر لي بوما بحال لي ديبو مع الاي كوميرس بحال لي ماغازان. الناس غاديين وكيديفلوبيو في لي بيزنس ديالهم ما بقاوش باغيين يبقاو خدامين حيت شافوا مني وقف كلشي عليهم ما بقاش الصالير كيدوز ليهم. كانوا شويه ويخرجوا يطلبوا ولا بنادم باغي يدير لي كوميرس ديالو التجارات ديالو يعني لي ماغازان لا فالور ديالهم طلعات. دراري راه فين ما كتكون كريز كاينين اغنياء جداد كيتكون. بيزنس اخر اللي واخا هو ماشي جديد مي كنظن باقي عنده مستقبل هو السوشيال ميديا اجنسي. هو دير اون اجونس ديال السوشيال ميديا وتعاون الناس يديفلوبيو البراند والمارك ديالهم في السوشيال ميديا. دابا الناس غاديين وكيفهموا غاديين وكيعيقوا واخا باقي الوقت ماشي سي خوطه ما مشاش الحال عليهم باقي الوقت. ولاو كيفهموا بان الا ما كيخرجوش الكليان ديالهم في التليفون يعني راهم ما عندهم حتى شي افونتاج كونكورونسييل وغادي يموتوا. نتمنى من هاد لا فيديو تكون عجبتكم الاخوان. الا جاتك منا لا فالور بارطاجيها عافاك بارطاجيها ودير جيم وطاغي الناس اللي كتعرف اللي عندهم دي بيزنس وواكلين العصا حيت كاينين الناس بزاف في حاله صعيبه الاخوان وخصهم يفهموا فين غادي التوجه العالم ما يريسكيوش بعائلاتهم. دونك الا عجبتك لا فيديو بارطاجيها دير جيم تابونا والدراري تابوناو باش المعلومه تعم وكلنا نستافدوا باذن الله. وتابوناو في فيسبوك والمقاول يوتيوب المقاول انستغرام المقاول اوفيسيال ماشي المقاول. ونتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو وكان معكم عزيزنا وفلو كنتو مع المقاول. Thank you.